محب للماء وبارئ للماء بالنسبه للرقص والزيل والقصه دي كلها. بس عايز هنا اركز على حاجتين مهمين، هما ان غشاء الخليه بيوصف بانه موزايك. يعني ايه قلنا موزايك؟ غشاء فسيفسائي. واي؟ عشان فيه مين؟ جزيئات البروتينات. ايضا هذا الغشاء يوصف بانه فلويد. يعني فلويد؟ مائع او سائل او طري او رخ، عشان فيه جزيئات مين؟ الكوليسترول. جزيئات مين يا شباب؟ تعرف معايا ان غشاء الخليه يوصف بانه موزايك ومين؟ فلويد. لو قال لك سؤال في الاختبار يقول لك the plasma membrane is described as نقط، يجيب لك الاختيارات موزايك ممبرين، A B فلويد ممبرين، C فلويد موزايك ممبرين. بنختار مين فيهم؟ نختار C فلويد موزايك. الاثنين مع بعض. ايضا هذا الغشاء يا جماعه يوصف بانه سيمي بيرميبل ممبرين. عارفين كلمه بيرميبل؟ بيرميبل يعني نفاذ. يعني نفاذ يعني غشاء الخليه اي حاجه عايزه تدخل تدخل، او اي حاجه عايزه تخرج تخرج. ينفع؟ ما ينفع. نون بيرميبل يعني نون بيرميبل، غير نفاذ، حيطه سد كده، لا بيدخل حاجه ولا بيخرج حاجه. ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع، ما ينفع، لا هذا ينفع ولا هذا ينفع. ولذلك بنسميه سيمي. سيمي يعني شبه. اه بنسميه سيلكتفلي. اه يبقى خلي بالك معايا، غشاء الخليه هذا بيوصف بوصفين، يا اما سيمي يعني شبه نفاذ، سيمي بيرميبل، او سيلكتفلي بيرميبل يعني اختياري النفاذيه. يعني هو بيختار ايه اللي بيدخله ايه اللي يخرجه اعتمادا على حاجه الخليه. واضح؟ ما هوش مفتوح على البحر وما هوش مقفول تماما. طيب طبعا مش هقعد اشرح تاني، خلاص الكلام ده كله. اهم حاجه عندي هنا المواد اللي بتدخل للخليه بتنقسم لنوعين. المواد اللي بتدخل للخليه تنقسم الى نوعين. نوع بنسميه بولر موليكيولز، جزيئات قطبيه متأينه، ثم النون بولر او الغير قطبيه. البولر زي ايه؟ زي الجلوكوز، زي الاحماض الامينيه، الجزيئات الكبيره المتأينه. النون بولر زي الجاز، كربون دايكسيد ومين؟ واكسجين. ايه الفرق بينهم؟ النون بولر لما تيجي تدخل الخليه، النون بولر خلي بالك، تدخل الخليه تدخل بسرعه شديده. تمام كده؟ اما بسهوله. اما البولر موليكيولز بطيئه وبصعوبه. يجي لك سؤال في الاختبار يقول لك which of the following molecules cross the membrane faster. faster يعني اسرع. ويجيب لك الاختيارات اكسجين، جلوكوز، امينو اسيدز. يبقى مين عندي؟ اكسجين. ما تعرف كده الاكسجين كربون دايكسيد هم الفاستر. او يجيب لك سؤال نفس السؤال ونفس الاختيارات بس يقول لك بدل فاستر يقول لك سلور، ابطا. يبقى عندي مين هنا؟ الجلوكوز او امينو اسيدز او البروتينز او وات ايفر. يعني المهم ما يكونش معانا مين؟ ما يكونش معانا الكربون دايكسيد او الاكسجين. بعد كده خدنا نقل المواد عبر غشاء الخليه. نقل المواد عبر غشاء الخليه نقل المواد عبر غشاء الخليه فاكرين انتوا طبعا من المحاضرات ان في عندي حاجه اسمها تركيز عالي وتركيز منخفض. التركيز العالي والتركيز المنخفض هذا تركيز عالي. يعني ايه يا شباب؟ يعني ايه تركيز عالي؟ هاي كونسنتريشن. تركيز منخفض يعني لو كونسنتريشن. الطبيعي والتلقائي ان الماده تنتقل من التركيز العالي للتركيز المنخفض. اذا حدث هذا يا ترى هذا محتاج طاقة ولا مش محتاج؟ ده تلقائي. تلقائي حاجة صبيت مية أنا في الترابيزة هنا في الحتة العالية دي، المية دي تنزل إلى أسفل إلى المنخفض لوحدها مش كده ولا إيه؟ لكن لو كبيت لو صبيت المية تحت في المنخفض هنا تطلع فوق هنا الحاجة ولا لأ؟ ما ينفع. أجيب بنزين طاقة يعني أضخها لفوق مش كده ولا إيه؟ صح كده؟ إذا أنا عندي النقل عبر غشاء الخلية بيكون كالآتي، إذا تم من تركيز عالي لتركيز منخفض فده بيحدث تلقائي بشكل تلقائي الحال. أهو. خلي بالك معايا هنا. زي هنا، الشكل ده كده. الجزيئات دي تركيزها هنا أعلى ولا في الداخل أعلى؟ لا في الخارج أعلى.
اذا تلقائيا تنتقل من الهاي كونسنتريشن تو ذا لو كونسنتريشن. في هذه الحاله مش محتاجين اي طاقه، مش كده ولا ايه؟ It doesn't require energy. لكن شوف الماده الثانيه اللي باللون الاحمر دي، هنا تركيزها في الداخل منخفض، هنا ايه؟ عالي. على الرغم من كده هنا منخفض، فالطبيعي كان ينتقل من كده في الاتجاه ده، مش كده ولا ايه؟ من عالي منخفض، لكن هنا انتقل from low concentration to high concentration. في هذه الحاله تلقائيا لا يحدث، لكن ممكن يحدث باستخدام مين؟ الانرجي اللي هو في صوره الاي تي بي. احنا قلنا بطاقه الخليه اسمها اي تي بي، وده بيسموه ايه؟ ده النوع ده اللي من هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن بنسميه ويز كونسنتريشن جريدينت. يعني ايه ويز كونسنتريشن؟ يعني ماشي مع التيار من العالي للمنخفض ويز كونسنتريشن جريدينت، وده بنسميه باسيف ترانسبورت. نقل ايه؟ نقل سلبي او تلقائي. اما من تركيز منخفض لتركيز عالي يسمى اكتف ترانسبورت او النقل النشط، وده هو اللي محتاج مين؟ محتاج طاقة، وبنسميه against concentration gradient. يعني ايه against؟ عكس التيار، ضد التيار، من تركيز منخفض لعالي مش كالمعتاد. النوع الثالث من النقل هي اسمه الفاسيليتيتد ترانسبورت. الكلمة دي فاسيليتيتد ترانسبورت، كلمة فاسيليتيتد يعني مسهل أو ميسر، يعني المادة دي مش بتعرف تدخل الخلية لوحدها، محتاجة حاجة تسهل لها الدخول. إيه هي الحاجة دي؟ زي القناة، نوع من البروتينات يصنع لي زي تشانل كده أو قناة. لو التشانل دي مش موجودة المادة دي مش عارفة، فعشان كده سمينا هذا النوع إيه؟ كوشير نقل. النقل الميسر أو الفاسيليتيتد ترانسبورت أو الفاسيليتيتد ديفيوجن. وده البروتين ده بيسميه ترانسبورت بروتين أو البروتين الناقل، ولازم تحفظوا ليه اسم تاني اسمه الأكواكورين. اسمه إيه؟ يبقى البروتينات الناقله اللي بتتحول الى القناه دي لنقل بعض المواد اسمها ايه يا جماعه؟ ترانسبورت بروتين او الاكوا بورينز. بعد كده خدنا حاجه اسمها اكيد سمعتوا عنها قبل كده، اسمها الاوسموزس والديفيوجن. لازم نعرف الفرق بينهم. يعني ايه اوسموزس والديفيوجن؟ ايه الفرق بينهم يا شباب؟ حد فاكر؟ لا لا، ده الباسف والاكتف. الباسف من عالي لمنخفض، انما الاكتف من منخفض لعالي. انما الاوسموزس والديفيوجن ده موضوع تاني خالص. حد فاكر يا شباب؟ ها؟ فاكرين الميه بسكر اللي احنا عملناها في البروتين ده؟ الله يفتح عليك. انا عندي لو عندي محلول، قلنا عندك ماء اهو، عندك ميه اهو، هذا الماء حطينا فيه دوبنا فيه سكر او ملح، مش شايفين حاجه، اصبح محلول فيه مذيب ومذاب، فيه سولفنت وفيه سوليوت. يبقى في عندي سولفنت والسوليوت. قال لي عشان السولفنت اللي هو مين السولفنت؟ الماء ولا السكر؟ سولفنت يعني مذيب، سوليوت يعني مذاب. الماء مين فيهم يا ترى؟ المذيب. قال لي هذا المذيب او السولفنت بينتقل عبر غشاء الخليه بخاصية اسمها الأوسموز. اسمها ايه؟ أما السكر اللي هو المذاب ينتقل بخاصية اسمها مين؟ ديفيوجن. ما يسألك سؤال في الاختبار يقول لك يمتص النبات شجرة مزروعة، تمتص الماء من التربة عن طريق الجذور بخاصية تسمى اسمها ايه؟ الشجرة المزروعة دي تمتص المية من التربة بخاصية اسمها ايه؟ شوف انت تفكر بقى، الماء ده مذيب ولا مذاب؟ مذيب. اذا بخاصيه اسمها مين؟ اسموز. قلبني السؤال قال لي يمتص النبات المعادن والاملاح من التربه. معادن والاملاح زيهم زي السكر اللي احنا ذوبناه من شويه، مش كده ولا ايه؟ مذيب ولا مذاب؟ مذاب. اذا ينتقل بخاصيه اسمها ايه؟ الديفيوجن. اذا هنا ماليش دعوه بالتركيز ده شيء خالص. خلاص؟ اذا هنا مذيب ومذاب، سولفت وسوليوت. ثم في هذا الفصل انتقلنا بعد كده الى حاجه اسمها اكسوسيتوسس واندوسيتوسس. ايه الفرق بينهم؟ اي حاجه تدخل الخليه، تدخل الخليه اسمها اندوسيتوسس. اي حاجه بتخرج من الخليه اسمها اكسوسيتوسس. خروج الخليه ده، الخروج من الخليه ما فيهوش منه انواع ولا حاجه. اما دخول الخليه ففي منه ثلاث انواع. كم نوع؟ ثلاثه، اعتمادا على الحاجه اللي داخله دي شكلها ايه. الحاجة اللي داخلة دي كانت حجمها كبير
وسوليد صلبة يعني بنسميه التهام خلوي او فاجوسيتوسيس. اسمه ايه؟ فاجوسيتوسيس. اذا كانت الحاجة دي ايه؟ كبيرة وصلبة لارج موليكول وسوليد. اما اذا كانت صغيرة جدا فيري فاين بارتيكلز او ليكويدز يعني سائلة بتدخل عن طريق تصفية اسمها ايه؟ الشرب الخلوي او البينوسيتوسيس. طيب في مواد اخرى ما بتدخلش بالطريقتين دول، لا بالفاجوسيتوسيس ولا بالبينوسيتوسيس. تدخل بايه؟ محتاجة حاجة اسمها مستقبلات، وقلنا ده بيستخدم في صناعة الأدوية. ها؟ ده بنسميه ريسبتور ميديتد اندوسيتوسيس. نشوف الخلية مادة جاية لك، نشوف المستقبل بتاعها موجود في أي نوع، في خلايا الكبد، يبقى المادة تدخل فقط مين؟ الكبد. مادة داخلة تاني، المستقبل بتاعها موجود فقط في خلايا المخ، تدخل فقط في خلايا مين؟ المخ. وعشان كده بقول لك لما بتاخد حضرتك دواء يعالج الكبد، ده خلاص ده رايح يدخل فقط خلايا مين؟ الكبد. ده الطريقة اللي بتستخدم في صناعة الأدوية، ده بنسميه ريسبتور ميديتد اندوسيتوسيس. أو زي ما أنتم شايفين كده، إذا كانت لارج بارتيكلز تدخل بمين؟ التهاب الخلوي، إذا كانت صغيرة بالشرب الخلوي، إذا كانت محتاجة مستقبلات على الغشاء، في هذه الحالة تسمى ريسبتور ميديتد اندوسيتوسيس. في هذا الفصل أيضاً اتكلمنا عن الطاقة، وإن في عندي نوعين من تقسيم الطاقة، حاجة اسمها الكينيتيك إنرجي والبوتنشال إنرجي، وأكيد واخدين فكرة عنهم في الفيزياء. كينيتيك يعني طاقة حركية، والبوتنشال طاقة الوضع أو الطاقة الكاملة. الطاقة في الخلية يا جماعة محكومة بقانونين بنسميهم قوانين الديناميكا الحرارية. قانون بنسميه القانون الأول والثاني. القانون الأول بنسميه الفيرست لو ثيرموداينامكس، وده بيقول إيه؟ أن الطاقة في الكون ثابتة ولا متغيرة؟ ثابتة كونستنت. وإيه كمان؟ ويمكن أن تنقل من مكان إلى آخر، ويمكن أن تخزن، ويمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى. يبقى ده القانون مين؟ الأول. القانون الثاني بيقول لي أن الطاقة دي لما تتحول من صورة لصورة أخرى زي مين؟ زي الطاقة اللايت إنرجي حولناها الكيميكال، زي الجلوكوز حرقناه إلى أي تي بي في التنفس الخلوي لو فاكرين الفصل الخامس، اللي بيفقد جزء من قيمته يخرج في صورة مين؟ هيت إنرجي أو ثيرمال إنرجي أو طاقة حرارية. يبقى القانون الأول بيقول أن الطاقة بتكون ثابتة، يمكن أن تخزن، يمكن أن تنقل من مكان إلى آخر، يمكن أن تحول من صورة إلى أخرى. ده الأول. الثاني يقول لي لما تتحول من صورة لصورة أخرى تفقد جزء من قيمته يخرج في صورة إيه؟ في صورة حرارة. التفاعلات التي تحدث داخل الخلية أو جسم الكائن الحي بنسميها التفاعلات الأيضة أو الميتابوليزم. الميتابوليزم دي بتنقسم إلى نوعين، تفاعلات بناء وتفاعلات هدم. تفاعلات البناء بنسميها أنابوليزم، تفاعلات الهدم بنسميها كاتابوليزم. يبقى في عندي أنابوليزم وكاتابوليزم، هما الاثنين بنسميهم مع بعض ميتابوليزم. بعد كده خدنا قلنا الطاقة تحت الخلية عندي، عملة الطاقة في الخلية اسمها إيه؟ ATP. يعني ATP اختصار كلمة طويلة اسمها أدينوسين تراي فوسفيت. قلنا تراي يعني ثلاثة مش كده ولا ايه؟ ثلاثة فوسفات. يا ترى جزيء الـ ATP ده يجي لك سؤال يقول لك هل هو شوجر؟ هل هو بروتين؟ هل هو ليبيد؟ هل هو انرجي ريتش موليكيول؟ جزيء غني بمين؟ بالطاقة. طيب سميناه الـ تراي فوسفيت أو الأدينوسين، هو فيه ثلاث مجموعات من الفوسفات، عشان كده سميناه أدينوسين تراي يعني ثلاث فوسفات. لما بناخد منه الطاقة بنعمل ايه؟ بنكسر الرابطة دي فيصير ادينوسين كام فوسفات عندي هنا؟ اثنين. ادينوسين داي، داي عارفين داي زي الداي ساكرايز كده، داي فوسفات اسمه اي دي بي، يصير عندي اسمه اي دي بي وتطلع عندي الطاقة. هذا الاي دي بي ممكن يتحول تاني الى اي تي بي، ندخل له الطاقة بتاعته يعني ندخل مجموعة الفوسفات دي ويصير اي تي بي، ناخد منه الطاقة يرجع تاني اي دي بي وهكذا. اخر حاجة عندي في الفصل ده او الجزء الاولاني من الفصل الرابع اللي هو الانزيمات. وما هو الانزيم يا شباب؟ ما هو الانزيم؟ الانزيم عبارة عن بروتين. الانزيم عبارة عن ستراكشر البروتين. طبعا في حاجات كتيرة بتتحكم في عمله زي ال pH. عارفين ال pH؟ الهيدروجين. ايضا درجة الحرارة. درجة الحرارة. طريقة عمله طبعا زي ما انتم شايفين اي انزيم في عندي مكان كده اسمه الاكتف سايت او المكان النشط، يبي يدخل فيه السبستريت بتاعه الماده اللي هيشتغل عليها تكون متظبطه مع الاكتف سايت اس دي في المكان ده. طبعا بنظبطه بطريقتين هذا الانزيم لانه بيسبب كثير من الامراض، حاجه طريقه اسمها الكومبتيتيف وحاجه اسمها النون كومبتيتيف. كلمه كومبتيتيف يعني تنافسي،
تنفس يعني ايه؟ يعني ادخل دواء او انزيم او ماده اخرى علاج يجي يدخل في المكان النشط ده، بس بشرط يكون اسرع من الماده دي بحيث يقفلها، يجي يدخل هنا هذا الدواء اللي انا دخلته، وبالتالي الماده دي لما تيجي تدخل تلاقيه فاضي ولا مليان هنا؟ مشغول، مش هتعرف تدخل، وبالتالي يبقى انا كده ثبطت عمل الانزيم، ملوش اي لازمه. او ده بنسميه كومبتيتيف لانه بيتنافس مع الماده دي على هذا المكان. النوع الثاني بنسميه نان كومبتيتيف، يعني غير تنافسي، ان انا اعمل ايه؟ ان انا ادخل ماده في الانزيم هنا كده بحيث تشوه لي شكل الاكتف سايت، غير لي شكله، وبالتالي الماده دي تعرف تدخل هنا ولا ما تعرفش؟ مش هتعرف، بوظت التالون بتاع الباب، وبالتالي دخل المفتاح مش بيدخل. فاهم معايا؟ وبالتالي الانزيم ده تم حصل له انهبيشن او تثبيط ومش هيشتغل معاك. اذا نبقى خلصنا الجزء الاول من الفصل الرابع. ولا لسه ناخد دي وبعدين